خارجة شوية بالدراجة هوية. هاد المرة خرجنا بدراجة مختلفة. هاد المرة هي فيلو دو غوش، كنطيحو معايا إلا تحدرت. علاش؟ عند فيلو دو غوش كان واحد السيد جا من برا، هو جا بشي بيكالات إلكتريك، و هاد فيلو دو غوش لقيتها بالصدفة، يعني ما دايرش ما ناويش أنني ناخد بيكالة ولا شي حاجة. لقيتها بواحد الثمن اللي ماشي هو الثمن ديالها، ناقصة بزاف، تقريبا نص بنص. فقررت أنني ناخدها. البيكالا أصلا هي فيلو دو غوت، ولكن مبريباري بحال قلتي الكرافل، فيها شوية واحد شوية ديال الكرافل، فيها بورت باجاج لور، فيها لي كارد بو، فيها يعني حوايج كيكونوا غير في بيكالا ديال الكرافل. قلت علاش ما ناخذهاش، انني ممكن نبدا نخرج بها مسافات طويلة، ولا كاين بزاف الناس كنعرفهم كيخرجوا بيكالات كيديروا لي طونج وداكشي، اللي نقدر نبدا نخرج مع الناس وقت يكون عندي خاوي نقضي اوقات رائعة. انا كنصور دابا بالجو برو هيرو 8 بلاك، جو برو هيرو 12 بلاك باقي ما خدمتهاش، بديت كنخدم بها في الصدر، الجو برو كنخدم بها مع الوجه ديالي. الصباح كانت الشتا صراحة مزيانة باش تبقى الدنيا مازال خضراء، ما تصفرش دغيا، الدنيا خضراء نبقاو ندورو بالفيلو وداكشي. ولكني في هاد العشية تقاد الجو، بقاو غير الغيوم، الغيوم البيضاء كيما كتشوفو معايا، راه الدنيا عامرة سيدي نسون بدو. غادي كنحركو شوية بشوية، كنشوفو شي بلاصة اللي عجباتنا نوقفو فيها ولا بالنسبه للفيرو مازال عندي في دي موديفيكاسيون، مازال باغي نبدل لي بيدالي، باغي نبدل لاشين، نقدر نبدل حتى الكاسيت. هادو هما لي موديفيكاسيون اللي بانوا ليا، شي لاخر كلشي مزيان، لي بلاكيت كلشي مزيان، كاين شي حاجه فيها شي مشكل، كلشي زوين. لي بنو مزيانين، شوالب مارك المون، دي جونت، كلشي كلشي هو هذاك تمام. باش خديته يعني واحد الثمن اللي ما تستاهلوش. لا شاف واحد السيد قال لي شحال خديتها، 2500 3000، يعني عطاها 6000 درهم وانا خديتها بالنص ديال الثمن، 1500 درهم، 1500 درهم راه والو. واحد لي زيت ريدي والفرام فيها بزاف، عرفتي كنت هابط في واحد العقبة، بديت كنحاول نشوف انني واش غادي فراني، عرفتي القدام كان غير يخطفني، كنت غادي نرجع للدار صافي دق كنت غنمشي فيها. لي زيتري فيه واعرين واحد لا مارك، هما ميكانيك في نفس الوقت فيهم دي بيستون، فيهم زيت مينيرال، واحد لا مارك سميتها اف تي بي ولا شي حاجه بحال هكا. عرفتي لي زيتري كبار فيهم بلاكات كبير، يعني راه يشد مزيان في الفريناج، الفرينات على القرص بزاف. انا مولف على الكره الاولى كان قايسم شويه الزيت ولا شي حاجه فراني وشو بلاصه، عرفتي كنت غادي نتشحط ديال بصح. الركبه ديالهم زوينه صراحه، اش بغيت الركبه، كنت ديما ما عنديش ديك الفكره ديال
الفير وديال الطريق. كنت باغي نشد الطريق دا بسيدي موسى بن علي نمشيو للبارا، الساعة لقيت فيها واحد البيس كله مزرار كيعاودو فيه، الدنيا مخربة. ايوا قلت والله لا دوز بيكالا من تما، بيكالا باقي الله غاسلة يلا مريقلها دوزوها من تمارة. قلب الطريق انا كاع دار نمشي للبراج واد حصار نمشي نشوفو كيفاش شوية. واحد العقبة واعرة، اوف عقبة قاصحة. غادي ننزل نوريكم واحد المنظر رائع. سيدي موسى الجدوب من الفوق كيبان دريم فيلاج ليه السونتر ديال سيدي موسى الجدوب، الإطلالة الأولى على الفيلو. مثلا نوقف في شي بلاصة غادي نصوروها نديرو على فيديو. هاد الخارجة اليوم راه ديالها. أشجار الرمان كيدايرين منظر واعر. هادشي شناهو تخشى تما تفرج ناس وسط شجر د الرمان تكا مع راسك. العقبة شي طويلة خرجاتها مني. واه الترا جاب الله بعداد خرويت 700 كبار وطلعوا فيها جوج والكاسيت اللور سعود زوينة. سعود راك طالع مرتاح يعني ما كاينش ضغط. هذيك الفيكساسيون اللي كنت خديت ديال الجو برو صراحه مزيانه تستاهل نفعاتني. وليت دابا كنقدر نصور بجوج وضعية ديال التصوير، وضعية ديال الفيس انني نشوف الكاميرا في الجو برو 8 هي هذه، انني نخلي الجو برو 12 في الصدر ديالي نشوف بها وضعية اخرى فهي مزيانة القضية. في نفس الوقت هذه كدور هنا كتحل واحد روطاسيون ديال 360 دوغري يعني تقدر تدور فيما بغيتي، شوف القدام شوف الجنب فيما بغيت. كاين البرد ولكن احنا دابا غادي 32 كيلومتر في الساعه. السوق علام داير هاد لي فيلو هاد علام الله تعالى. ولفت على السيسبونسيون ولكن هادو زوينين فيهم السرعة. ركبت فيها الكونتور اللي كان عندي في الروك رايدر خدمت بيه هنايا. انا دابا كونطرير مع البرد وكتوصل حتى 38 و40 كاينه لا فيتيس كتحس براسك ما كتعياش. شربوا الماء شحذتني ديك العقبه.
تبارك الله كدور صراحة صورة زوينة في البيكالة. كما قلت قبيلة غنبدل فيها في لي بيدالي، ندير فيها شي حاجة عريضة تكون العفطة دار رجل مزيانة ليبر، ما يكون فيهم لا ما يكونش فيهم فيكساسيون ديال الصباط ولا شي حاجة، خليهم ليبر. خاصني لا شي بيكي يكون مزيان مليح فيها البورت باكاج وكل شيء ناضي. بدل الكاسيت ولاشين تا هما الجو برو هيرو 8 بلاك كنت اصلا حاطة للبيع باقا ما تباعتش سبحان الله. هاهي ركبتها في هاد البيكالا هادي غنصور بها الفيس، يعني ندوي معاها نيشان اون كونتاكت تيجيب لها الشاري. راه مليحة باقا جديدة مخدومش بها بزاف مليح، حيت كنت كل عام كنبدلها كندي حاجة كنشري حاجة أخرى إلا هاد التمنية اللي بقات عندي، حيت كانو عندي لي زاكسيسوار تيليكوموند وشارج ديال البطاريات. فلا إلا بعتها بوحدها غيبقى لاصق فيا داك لي زاكسيسوار وداكشي صافي خليتها. شي خارج اليوم غادي نديرو دويره للبراج ضروري، شي غادي نمشيو للبراج ديال واد حصار تكون الدنيا زوينه. احنا وصلنا للبراج سد واد حصار، انه سد واد حصار شوف من الاعلى عرفتي كاين جوج بزاف هاد البلايص هادي بزاف كيما كنلا حدا جوج سكيريه كيبقاو يهرسو من الجهه اللي تقول لك حد. هاد لي بنو فيها زوينين هاد الشوال كيدخلو حتى للطريق هاد خدامي زوان. الله يلا عشتي راسك كابري بيها واه ترى هاد الفران هاد لي فران اللي فيه خطر واه الله يتا كتكابر كتبيكي من القدام ترى واحد لي زيطري خطر. انا وقف ان شاء الله نديرو دويره وغادي نبدا نصور لكم وغتشوفو هاد العجيب هذا ترى بزاف خلاصه وخاد الكادر صغار مني شي شويه كنظن انه ماشي قدي. شوف الشروات كيفاش داير تبارك الله. غادي نزل فوق البيكالا كاين الجاج بزاف براج واد حصار شحال ديكور كيداير الناس كلشي خارج تبارك الله باقا شوية الخضورية. ها الفيلو اللي جابتنا كما كتشوفو يادي تبارك الله مليحه في الطريق ضربت بها دابا 18 كيلومتر اول ركبه لها.
خطير. اليوم الصباح كامل ما خرج، دوزت النهار غير في بيكالات. ديك الروك رايدر كانوا فيه بيس، صوت بدل الشومبر اير قدام تشتقب في ضربه غراف، ما تصاوبش ليه البياسه، مش تصاوب شي بياسه كبيره وغيبقى ديما مشاكل. صوب بياس لور ريقلت لي ديرايور، درت نيتواياج، هادي تاهي كنت كنريقل في شي حوايج، داير شي فيساج وشي بولوناج صافي. وانا نقرر نخرج ندير شي فيديو، نهرس الروتين، نبدلو الجو شوية. هذا مكان جو زوين صراحة، الناس خيرين، غنمشيو تا لهين نشوف الدنيا. إذا كانت الدنيا خاوية في ذيك البلايص غنمشي تا لهين، واخا تكون كيكونو ديما بنادم مريض تما. حنا وصلنا للبراج واد حصار، كاين الما تبارك الله، رجعان حتى الناس كاينين خارجين تبارك الله. شو خارج من تبارك الله، واحد السحاب كاين لهيه في الاخر جهة البحر بيا طالع، واحد الديكور واعر. كنكون داير نظاظر كيبان داكشي مفيلتر، عرفتي كيما واحد الديكور واعر كتشوف الاخر تبارك الله. الدنيا كيفاش دايره واعر. في هذه الفيلو كيما كتشوفوا واحد الكلام زوين بالنسبة لي كتكون تسمع الصوت ديال الماء، غير حيت كاين الهضرة ديال الناس وداك الشيء، عرفتي تكون بوحدك هنايا تجي الصباح بكري باقي ما جا حتى شي واحد. واحد الديكور واعر، ديكور واعر، تشم غير الريحة ديال الماء وديال الشجار اللي كاين في البلاصة. تفطر هنا، تغدا هنا، ان شاء الله شي مره غادي نجينا واحد الاصدقاء من فتره ونتغداو هنا، ندوزو النهار كامل هنا ونمشيو حتى العشيه ان شاء الله. غيبداو يجيو، يبداو خرجات اخرين ملي مع الفيلو، كنخرج بعيد نكتشف مناطق اخرين، مشي الطريق البلايص طويله يعني، جاي جديد ان شاء الله. صراحه الديكور زوين هنا. البراج الاخر غتلقى فيه ستة وغاوج قرج شوية كاين الكالم هنا صراحة زوين. صافي صافي تحرك واحد البرد مجهد. الدنيا واعرة يعني صراحة، كيعجبوني هاد البلايص كيكون حداهم الماء خايرين واعرة. مخزرة دير خدمتو بعدا كيدور على دوك الشمكيرة كنس ديري الهيبة بعدا. فايت صفق ليا كون جيت هنا في واحد الفيديوهات قدام، صراحة الدنيا واعرة هنا. جيم قصوم انا
طريق خطير نكي المد والجزر. زوين الديكور كيفاش داير، ديكور واه ديكور واه. شوف فيه واحد المزرارة مقسومة هاد البلاصة، كون عوصلو هاد الجهة الأخرى ولكن الماء وقيلا كيدوز من هنا كيدفع، عمرها غيخلي هاد البلاصة تكون مشروكة. شوف هاد الطيور كيفاش دايرين، طي 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 طي. صراحة الديكور زوين كيكون في العشية يعني. واه إلا وقفات غادي نوقفو. كنصور كونتر سولي، المهم شنو بالكم في الفيلو، واش تصلح للسفر والطريق، شويه الباجاج، نزيد شي بورت باجاج قدام ولا نخلي غير سامبل من قدام ونخلي غير البورت باجاج الاخر. ماشي ملي كتحيد البورت باجاج، غنخليكم تصاور في الفيديو في المونتاج، كتحيد البورت باجاج كتولي تبان فيلو دو غول نيس ديال الطريق، كتبقاش بان بحال شي فيلو عادي سامبل، كتولي بان فيها ديكور واعر كيخلع. خصوصا مع داك الفورج ديالها دوريجين اوريجينال ديكور فور واعر. هذا ديال كانون دار تيتانيوم لكن جوار صحيح واعر، وفيه البوسيبيليتي انك تخدم بلي فران باشينات، تخدم ب تزيد شي موديفيكاسيون دير بورت باجاج قدام، يعني فورج خطير. حصريا من براج واد حصار تبارك الله على ديكور كبير. برد حرك بزاف، الدنيا زوينة خصوصا ديك البلاصة راه هي الفوق لها، دابا مع اللانس كبيرة مغديش يبان ليكم داكشي كيبان صغير، ولكن عرفتي راه بلاصة واعرة الصراحة.
فراج واضح صار من الفوق.